هاي، كيفكم؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جايبه قراءه عاطفيه لبرج العذراء، راح احاول احكي فيها عن مشاعر الحبيب نوياه، راح احاول افهم قصه العلاقه، وراح اشوف مستقبل العلاقه بيناتكم كذلك. يعني راح اخصص فقره للناس العزاب، الناس اللي عم ينتظروا قدوم شخص جديد بحياتهم. وكما عودتكم، يعني كيف ما بقول، أنا هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. شوف أي قراءة بتشوفها أنسب لإلك أو أقرب للواقع لإلك، حاول تستمع لها. وفي إمكانية أنه تكون هذه القراءة عكسية. الأشياء اللي بحكي عنك تنطبق على الشريك، والأشياء اللي بحكي عن شريك ممكن تنطبق عليك. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، حطوا لي كومنت. والناس اللي بدأت تتواصل معي بقراءة خاصة تبعت لي على الإيميل الموجود بصندوق الوصف. عم يطلع عندي برج العذراء لأنه أنت حاليا ترجع أشياء، يعني ممكن علاقة رجعت من الماضي لتظهر من جديد. اوكي، بشوف شريك من الماضي يعود لإلك، كان بعيد عنك، اوكي، وحاليا يريد الرجوع لإلك. او انت في افكار تجيك ببالك يا برج العذراء انه ترجع لهذا الشخص. عم شوف كذلك على انه الشريك هذا الانسان لساته بحبك وبده استقرار معك. ممكن هذا الإنسان كان بعيد عنك في بعد جسدي، أو ممكن يكون حتى بعد عاطفي، ابتعد عنك لفترة معينة، بس عم شوف أنه هذا الإنسان لساته بحبك، في حب وفي اشتياق. أوكي، كتير تعبين، تعب هذا الإنسان لما ابتعد عنك وابتعد لمدة. أوكي، ممكن تكونوا حاليا بعلاقة، بس أنا محكي عن الأشياء التي تجول بباله أو بخاطره هذا الشخص. أوكي، كثير تعب، وهذا الإنسان متشبت فيك تشبت كثير قوي. هذا الإنسان ما قادر يبعد عنك وبيفكر فيك ليلي. إذا أنتم مبتعدين فهذا تفكيره، فإذا كنتم مع بعض هذا الإنسان مش قادر يعيش من دونك. أنا عم شوف كذلك مشاعرك نحو هذا الإنسان، في نوع من المشاعر، في كأنه أنت أوقات بتكون تحس حالك على أنه بدك تكون حازم مع هذا الشخص لأنه جرحك كتير، وأوقات بتحب تكون معه وتفرفش شوي. ممكن هذا الشخص كان بعيشك بنوع من الترف، مش ترف يعني يكون إنسان غني، بس ممكن لما كنتوا بتروحوا مع بعض بتقعدوا بمطاعم حلوة، كان هيك بمتعك شوي. اوكي، ممكن انت حيران انه هذه السعادة التي بتعيش معه لما بتكون معه، والاشياء اللي بيسببها لك واللي بتتعبك يا برج العذراء بتذكرها اوقات وبتصير شوي قاسي. هذا الإنسان مشاعره نحوك، هذا الإنسان بحبك، حتى عم شوف أنه هذا الإنسان يريد الاستقرار معك، مشاعره فيها نوع من الاستقرار. هذا الإنسان مش قادر ينساك يا برج العذراء. هذا الشخص بحبك من قلبه، في حب قوي نحوك يا برج العذراء. أوكي، عم شوف الأشياء السلبية اللي عم تشوفها أنت فيه، عم تشوفوا على انه اوقات اوكي يا برج العذراء، ممكن انت كنت بدك استقرار من هذا الشخص، بدك تستقر معه، بدك ترسيم علاقة، بس هو هذا الانسان كان بده تسلاي ويكون هيك، ما كان عنده رغبة في الزواج، رغبة في الاستقرار، وانت تعبت يا برج العذراء بهذه الاشياء. ممكن هذه الاشياء خلتك تصير شوي قاسي نحو يعني مع هذا الإنسان. الشيء الإيجابي اللي عم تشوفه فيها، لأنه هذا الإنسان ممكن يكون ذكي، وممكن يكون يعني شخص
ممكن يعني شخصية بتعرف كيف تجيب فلوس، وشخصية كذلك سخية، يعني فيها نوع من السخاء. يعني كتير إنسان يعني بيجيب لك كادويات، يعني بحسسك إنه أنت شخص يهتم فيه. أوكي، أما الشيء اللي ما بحبه هو فيك، أوقات أنت تفجر في هذا الشخص يعني انفجارات يعني بوجهه، أوقات أنت عم تعصب وتبتعد لما ما بيصير شو ما بدك يا برج العذراء. تحس إنه أنا لست مع الشخص المناسب، تفجر في أوقات وتعصب وتحكي كلام قاسي بعض المرات، وعم شوف على إنه أنت بتصير حزين أوقات، يعني لما بتصير هيك بتصير كئيب، ما بحب فيك هالأشياء. أما الإيجابية عم نشوف هذا الإنسان على إنه أنت وياه يعني توأم شو عليه، وعم يشوفك شخص متجانس جدا معه، وشخصية يعني انتم متفاهمين كتير. اوكي، بشوفك على انه انت الشخصية التي يتمنى ان يكون معه مدى الحياة، بشوف في تفاهم روحي كتير قوي انت وياه. الشيء اللي بتنويها مع هذا الشريك حاليا ممكن، وكتير من الناس العذراء عم شوفهم مبتعدين عن هذا الشريك، في ابتعاد وفي تفكير، في لحظة تفكير. وهو كذلك عم شوفه، بالرغم أنا عم شوف هذا الشريك كتير تعبان، هذا الإنسان كتير تعبان، وهذا الإنسان بفكر بصمت، بفكر فيك وتعبان نفسيا وبده يكون معك. هذا الإنسان يحمل في قلبه حبا لإلك. شو يعني النتيجة النهائية، أو شو رح يحصل؟ أوكي، عم شوف على أنه بالرغم أنه في كل واحد عم يفكر بطريقة مختلفة عن الآخر، أنت بتشوف يعني أنت كذلك عم تشوف هل أرجع لهذا الشخص أو أبتعد. عم شوف أنه في كارما، وهذا الشخص وهذه العلاقة لم تنتهي، رح تعيد نفسها هذه العلاقة. عم شوف في رجعة إذا أنتم مبتعدين. إذا أنتم بعلاقة حالية، يعني ممكن تحكوا مع بعض، ترتبوا أولوياتكم وتعيدوا النظر في كتير أشياء. نيس العزيب، أوكي، عم شوف حاليا ما مشوفهم مهتمين بالعلاقات أبدا، نشوفهم أكثر مهتمين بالوضع المادي والوضع العملي. نشوفكم بتشتغلوا كتير بهذا الوقت، بتولوا اهتمامات أكثر للعمل، أكثر للشغل، وما عم شوف في اهتمامات لأي علاقة، ولا حتى ممكن حتى أنتم مسكرين أبواب أنه تبدأ أي علاقة بحياتكم. أوكي، لأنه شفتوا منا كتير حزن وكتير ألم. أوكي، نصيحة انه تضلوا هيك هذا الوقت، ضلوا هيك، تهتموا بكتير اشياء بالحياة، ويعني الوقت اللي يكون فيه شيء جيد لإلكم راح يأتي. الطاقات اللي عم تطلع عندي، عم يطلع عندي برج العذراء، برج الحمل والثور وحتى الجدي. عم شوف هذه الطاقات اللي بتطلع بهذا الوقت. ممكن اخذ نصيحة لكم يا عذرائيين، بقول لك إذا كانت صلواتك من يعني من أعماق قلبك، ويعني رح تجاب إذا أنت حاولت ويعني عملت، إنه يعني إذا أنت اشتغلت على أحلامك وكانت
صلواتك من قلبك والأدعية من قلبك راح تحقق إن شاء الله. وبيقول لك أنه you are a magical person who can manifest your clear intention into reality. بيقول لك أنه أنت شخص ساحر أو تحمل في شخصيتك نوع من السحر، يعني فيك تحقق أي شيء بدك إياه لشيء حقيقي. يعني هذا هو سر سحرك بهذا الشخصية، أنه أنت بتشتغل على أشياء بدك إياها لتحصل عليها. هذا اللي بيقول لك إياه، إذا أنت بتدعي من قلبك وبتشتغل على أهدافك رح تحقق إن شاء الله. إذا يعني عامة، إذا كان بالوضع العملي، إذا كان حتى بعلاقات، إذا اشتغلت على هذا العلاقة لتحسينها رح إن شاء الله تحسن وتكون علاقة جيدة جدا. بقول لك هون انه في ظهور لشيء، في نوع من في اشياء كانت غامضة بحياتك ورح تظهر ورح توضح اكثر. اوكي، نشوفهم حاليا كانه برمين ظهرهم للعلاقات بشكل نهائي، ما بدهم هيك علاقات، كأنهم انصدموا من العلاقات العاطفية، صار عندهم صدمة كتير كبيرة، ما صاروا يهتموا للعلاقات بشكل كبير، صاروا يهتموا يعني للعمل والوضع العملي أكثر. كأنه انزعجوا وانصدموا من الوضع العاطفي، لأنه كأنه بلشوا بعلاقات متعددة، كانوا بعلاقات متعددة وكلهم باءت بالفشل. أوكي، وهلأ هن ينتظروا الفرصة، إذا في فرصة جديدة. بس الطاقة الكبيرة اللي ما عم تبين كأنه بارمين ظهر كل العلاقات العاطفية. اوكي، عم تشتغلوا اكثر، عم تعملوا اكثر في اشتغال، وفي الاهتمام حاليا منصب على الوضع العملي. اوكي، هالانسان اللي حاليا عم نتكلم عنه بطاقة الـ5 of Wands. اوكي، كأنه هالانسان بصراحة كمان اوكي، هالانسان كمان كان بعلاقة حب طويلة الامد وجلبت له كل التعاسة. كان ممكن متزوج هالانسان وجلبت له هالعلاقة، بس الالم والوجع والخصام. كان هو هلأ كمان طالع من علاقة حب تعبان منه جدا، طاقته هيك عم يطلع هيك. لهيك أنا التفسير تبع هالوضع هو علاقة حب، كان عم يحب شخص وكان مستقر معه، ممكن يكون استقرار، يعني كأنه في علاقة طويلة الأمد، أو كان فيها زواج، ممكن يكونوا كانوا مخطوبين وما نجحت هالعلاقة، والعلاقة كانت فيها شوائب، فيها خصام وصلح كتير كبير. اوكي، هيك مبين هالانسان، بس مواصفاته الشكلية حدا صغير بالسن، ممكن يكون برج الاسد، ممكن يكون برج الدلو، برج الجوزاء. هالانسان مبين على انه هو شاب صغير بالسن، منه حدا كبير، مبين انه ممكن يكون اصغر منك سنا، ممكن يكون شعره هو اشقر، اذا للمرأة يعني منه شاب اسمر، ابيض، او يعني وعيونه يعني حروفه لاتينية اكثر، هيك مبين. بس بالمواصفات الشخصية حدا معطاء، حدا بحب العدل بالحياة، انسان حر جدا، بحب انه ما تقيده علاقات. اذا انت من الشخص اللي متحكم بالعلاقة وبتحب
انه يكون الحبيب محط اهتمامك، لا، هالانسان منه هيك، انسان حر بحب العدل، بحب العطاء، بحب انه يكون مساعد للناس اللي ما عندهم شيء، بحب يساعد المستضعفين بالحياة. هالإنسان شخص إنساني، يعني بحب المساعدة، بحب كمان ممكن يكون هالإنسان مشهور، مشهور مش مشهور يعني مشهور بمجال عمله، مشهور بالمكان اللي عايشين فيه، ممكن يكون على الإنترنت كمان مشهور. هالإنسان كذلك ممكن يعني يكون بجمعية، يشتغل بجمعية، بيساعد الناس اللي أشخاص يعني مثلا أطفال متخلى عنهم، مثلا بيساعد أعجزة، بيساعد هيك ناس مستضعفين بالحياة. وضعه المالي أنا ما عم شوفه مش حلو، بس هو إنسان بيعطي أكتر ما بياخد. هالإنسان بحب العمل الجمعوي والخيري أكثر. هالإنسان ما بتهمه المال، المال مش اهتمامته بالحياة، اهتمامته بالحياة هي المساعدة والعمل الخيري أكثر. وضعه المالي كأنه بحب المساعدة للناس. أوكي، ممكن يكون عنده مال بيتشاركه مع أشخاص تانين، ما منه شخص بيجمع المال. أوكي، كمان ممكن يكون لبعض من الناس يمر من أزمة مالية، بيان هيك في أزمة مالية هلأ هو حاصلة لإله. ممكن لبعض منكم يبحث عن ثروة بس ما حصلها بهالمرحلة. فيما يتعلق بالوضع يعني أي وقت رح تلتقوا، ممكن تلتقوا بالشتاء بشهر، ممكن بعد 5 شهور كمان تلتقوا مع بعض، بس وارد جدا بوقت الشتاء رح تلتقوا، ممكن هالسنة، ممكن السنة الجاية، بس وارد جدا بوقت الشتاء رح تلتقوا مع بعض. هل هي علاقة يعني سابقة أو علاقة جديدة؟ أوكي، أوكي، في حالتين، في بعض منكم حدا كنتوا عم تنتظروه، حدا كنتوا بدكن إياه، ممكن هو هالشخص، وفي حدا رح يبلش بداية جديدة، خطوة جديدة، علاقة جديدة. أوكي، لهيك عم يعطيني التوكابس، يعني في طريقة الحب وفي تاني. أوكي، في ناس كأنه هالعلاقة كانت سابقا ورح تعود، وفي بعض منكم رح تكون بداية جديدة وعلاقة حب جديدة. أوكي، فيما يتعلق بشو الشيء اللي ممكن تتعرفوا يعني مع بعض بمكان. أوكي، ممكن تتعرفوا بمكان العمل، أو كأنه في حدا بده يبلش بيزنس ورح تلتقوا مع بعض بهالمكان. ممكن تكون تبحث عن عمل وتلتقي فيه، ممكن تكون رايح على البنك وتلتقي فيه، ممكن كأنه رح تعملوا يعني رح تجي اللقاء بغتة، يعني كأنه أكسيدان، يعني حصل، مش أكسيدان بمعنى إنه شي يعني مش حلو، بس كأنه في شيء يباغتك، يعني تلتقوا في بعض من غير ما
ما تكونوا يعني مقررين انه تلتقوا بحدا، اوكي؟ ممكن في عمل رح يجمعك مع شخص، ممكن البنك كمان تلتقوا فيه، ممكن تلتقوا بجمعية لانه عم شوفوا شخص بحب انه يساعد الناس، ممكن تتلاقوا بمكان، بس وارد جدا بمكان فيه فلوس، كأنه فيه مثلا بنك، أسيغانس، هالأماكن، أوكي؟ يعني علاقتكم كيف ستكون؟ يعني علاقة ألفة كتير حلوة، إنه العلاقة راح تكون كأنه لقيت الشخص اللي ترتاح معه، تكون يعني شفتوا هالطفلة كيف حتى راسه على كتف جدته، هيك عم تحس كأنه هالإنسان اللي تستند عليه، تحس حالك هالإنسان اللي بدك إياه، ترتاح معه، بتحس بالألفة، بتحس بالسكينة بالبيت. هالإنسان اللي رح تلتقي معه رح يكون شخص طيب، إنسان جدا فيه إنسانية كبيرة بقلبه، يعني شخصيته بتبين حلوة يعني، والنتيجة النهائية كأنه أوكي رح بينها أكثر. أوكي، هالعلاقة رح يكون فيها توازن كتير، فيها أخذ ورد، وفيها عطاء متبادل، منا علاقة من طرف واحد، كأنه أنت بتعطي وما بتحس حالك يعني تتلقى. هالعلاقة رح يكون فيها الاثنين، رح تكون أنت تعطي وتأخذ كمين من الشخص، لأنه هالشخص بحب العطاء، منه شخص بحب التلقي فقط. وهيك مبين أنه مع بعض رح تكون في تجانس مع بعضكم، كأنه لقيت الشخص المناسب لإلك. بتمنى للمجموعة الأولى كل الخير، ورح أخذ نصيحة لإلكم. بقول لك هالورق انه هالانسان اللي رح تلتقي فيه هو الانسان اللي رح يعني تتشافى معه، كأنه هالانسان عنده طاقة حلوة رح يشفيك من الجروح اللي انت فيها، والتعب اللي كنت يعني منذ زمن وانت عم تدور على هالانسان المناسب، رح تلتقي بهالشخص ورح يكون شخص كأنه هو الشفاء لإلك. اوكي، هيك مبين بالورق. بقول لك كمان هالورق، انت عندك القدرة والعلم على انه تساعد الاخرين ليصلوا للروحانية والتشافي كذلك، كأنه أنت وأنت والشريك رح يعني حدا رح يشافي الآخر، لأنه عم شوفك بطاقة أنت مبتعد عن العلاقات هلأ، وكمان هو عم شوفه كأنه بصراع كبير، كأنه طلع من علاقة كتير أتعبته، أنتوا مع بعض رح تشافوا بعض، أوكي؟ هيك عم حس. هذا اللي عندي يا برج العذراء، بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.